الآن وقت أمسم. هل نتجشع بالفضاء؟ أتجشع في فضائي. أنا أمزح. تسحب الجاذبية الطعام للأسفل. أين؟ إلى قاع المعدة. واو، تبدأ الغازات بالارتفاع وتصل إلى هنا. لكن الفضاء ليس فيه جاذبية، لذا تطفو الغازات والطعام كالفقاعات المكتنزة. لو تجشأنا كل شيء سيخرج، لذا حتى لو استطعت لا تتجشأ في الفضاء.